تتواصل رحلات المغادرين من المقيمين ومن هم مخالفي قانون الإقامة في البلاد عبر مطار الكويت الدولي، حيث غادرت اليوم 9 طائرات إلى وجهات مختلفة وعلى متنها 1952 راكبا. نعم، يأتي ذلك ضمن تسيير رحلات المغادرين والتي بدأت منذ أكثر من شهر، وذلك من خلال آلية عمل وتنسيق تقوم بها الإدارة العامة للطيران المدني مع الجهات المعنية المختلفة. تبذل الإدارة العامة للطيران المدني جهودا كبيرة في الإشراف على تنظيم رحلات المغادرين للمقيمين ومنهم مخالفي قانون الإقامة عبر مطار الكويت الدولي. لله الحمد، الإدارة العامة للطيران المدني دائما تكثف جهودها واجتماعاتها اليومية بإشراف معالي رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وسعادة المدير العام المهندس يوسف سليمان الفوزان في عملية طلبات التشغيل وإجراءات الموافقات وفق منظومة إدارية كاملة بتوجيهات مجلس الوزراء على قبول شركات الطيران وجهات التشغيل، ولله الحمد ناخذها كلها بجدول زمني توافق مع وزارة الداخلية واجهزتها لنحط فيها جدول لمغادرات الرعاية الدول لدولهم. عدد من الطائرات وعلى متنها ما يقارب 1952 راكبا تم تسهيل إجراءاتها ومغادرة ركابها. اليوم عندنا 19/5 لله الحمد جدول زمني تتخلله 9 طيارات من شركات خليجية وشركات عالمية وشركات من الشرق الأوسط. لله الحمد عندنا الكويتية اليوم طالعة بيروت وطالعة سيلان، وعندنا إن شاء الله بإذن الله الميدل إيست طالعة اليوم، وعندنا القطرية وعندنا الخليج لله الحمد، وعندنا الباكستانية تمت امورهم على سهاله الحمد لله، والاداره العامه للطيران المدني بتوجيهات رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في تقديم كافه التسهيلات لجميع المواطنين في تسهيل حركه انسيابيه سفرهم لدولهم وعودتهم الى اوطانهم. وتستمر رحلات المغادرين من الجاليات المقيمه في دوله الكويت وفق اليه واجراءات تتم بين الجهات المختلفه المعنيه بهذا الشان. نواف الشراكي، تلفزيون دوله الكويت.